السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، مرحبا بكم في حلقة جديدة، ومعكم مستر صبري ياسين، وهذه قناة سبيشال يوز تيوب، قناة الشباب المتميز. الحلقة دي إن شاء الله هنشتغل مع بعض تمارين على الفوكاب في ليسون 3 أند 4، الوحدة السابعة، منهج الترم الثاني 2022، شغالين كتاب جامس العمالقة. يا ريت على ما يخلص الإنترو تضغط لايك للفيديو، تشير الفيديو ده مع زمايلك على أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. كل اللي عليك تعمله انك بس هتضغط نسخ رابط الفيديو وتبعته في رسالة على لزمايلك على الواتس او على التليجرام او على الفيسبوك. ولو دي اول مرة تشوف القناة، يا ريت تشرفني باشتراك معايا في القناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك اشعارات بباقي الحلقات الجاية ان شاء الله. استنوني بعد الانترو. ورجعت لكم مرة تانية، وزي ما قلنا قبل الانترو، في الحلقة دي ان شاء الله هنشتغل مع بعض تمارين على الفوكاب في ليسون 3 اند 4، الوحدة السابعة، منهج الترم الثاني. يلا بينا نبدأ، بسم الله. أول سؤال معايا بيقول choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1, the antonym of the word lucky is. كلمة antonym معناها مضاد، مضاد كلمة lucky، lucky معناها محظوظ، عكسها ينفع كلمة unlucky غير محظوظ، و luckless بلا حظ، الاتنين ينفعوا، فالإجابة هتكون B and C. Number 2, the place where a farmer keeps his horses is called A. المكان اللي هو بيحتفظ فيه الفلاح بالخيول بتاعته اسمه ايه؟ برافو، اسمه stable. وكلمة stable هي هنا اسم، احيانا بتيجي صفة بمعنى ثابت او راسخ او مستقر، ده معنى اخر ليها. كلمة statue معناها تمثال، rainforest غابة مطيرة، carriage معناها عربة. رقم 3, in the past people didn't use to travel by car, they took a horse and a carriage. اللي احنا لسه قايلين معناها عربة، العربة التي يجرها الحصان. طبعا كلمة lorry معناها عربية، lorry plane طائرة، carrier بتيجي بمعنى شركة نقل، شركة نقل. وفي كلمة كانت اسمها mail carrier، دي معناها ساعي بريد، دلوقتي عاد بيتقال عليه mail man، برضه هو رجل البريد. Number 4, my grandmother had 6 children. جدتي عندها 6 أولاد. And treated them all the same، وبتعاملهم كلهم نفس المعاملة. She has always kind، دايما كانت، او هي دايما كانت طيبة. The word treat، كلمة treat معناها ايه؟ طبعا treat معناها يعامل، فالاجابة هتكون deal with، يتعامل مع. كلمة give medical care معناها يعطي الرعاية الطبية. kill معناها يقتل، hate معناها يكره. هنقلب نجيب صفحة 18. Who is the نقط of this car؟ It should not be parked here. من صاحب أو مالك هذه السيارة ينبغي ألا تركن هنا، مش مفروض أنها تتركن هنا. يبقى الإجابة هتكون كلمة owner معناها صاحب أو مالك. Emperor معناها إمبراطور، carriage معناها عربة، احنا قلنا العربة التي يجرها الحصان، engine معناها محرك. رقم 6, the opposite of the word cruel، مضاد كلمة cruel، cruel معناها قاسي ومضادها kind، طيب. بينما كلمة unhappy غير سعيد، unpleasant معناها غير صار أو غير محبوب أو غير لطيف، و unkind معناها غير طيب، اللي هو معنى كلمة cruel أصلا. Number 7, the word terrible means، كلمة terrible معناها إيه؟ برافو، معناها very bad، سيء جدا. بينما كلمة very easy سهل جدا، very warm دافئ جدا، fantastic معناها رائع. كلمة number 8, the suffix not is added to the verb depress to make a noun. ايه السفيكس اللاحقة اللي بنحطها في اخر الكلمة عشان تحول كلمة depress من فعل لنون؟ طبعا اللي هو ION، وبتبقى كلمة اسمها depression، معناها طبعا في الوحدة بتاعتنا معناها منخفض، طبعا ليها معاني اخرى مش عايزين نلخبطكم، غير معنى منخفض انت ممكن تبحث عنها، ممكن اقولها لكم
ديبريشن ممكن تجيب معنى اكتئاب، وممكن تجيب معنى ركود او كساد اقتصادي، لكن انت احفظ معناها الموجود في الوحدة عندك. رقم 9، a carriage is something that people travel in that is not by a horse. بيقول لي العربة هي شيء ما الناس كانت بتسافر بيه، يؤيب بواسطة حصان. طبعا الجملة واضح انها مبني المجهول باستخدام باي لوجود باي يعني، فطبعا هتكون is pulled، تسحب بالحصان. lifted معناها ترفع، drowned معناها تغرق، pushed معناها تدفع، هي مش بتدفع هي بتجر او بتسحب بواسطة الحصان. رقم 10، the prefix not gives the opposite of the word common. البريفكس البادئة ايه اللي بنحطها عشان تديني مضاد، opposite معناها مضاد او عكس كلمة common. common معناها شائع او منتشر، طبعا عشان اجيب المضاد منها بحط البريفكس un، common عكسها uncommon. number 11، take an umbrella or you will get wet. the antonym of wet is تمام dry. بقول خد الشمسية معاك عشان ما تتبلش، مضاد كلمة wet جاف. فراي معناها يقلي، فرايد تصريف الثاني والثالث منها، ريني معناها ممطر. رقم 12، there was rain every day and it was often windy. the word windy here is a كلمة windy، يا ترى adverb ولا adverb ولا noun ولا adjective؟ طبعا windy صفة معناها عاصف او شديد الرياح، فطبعا دي هتبقى adjective صفة. طبعا قلنا noun يعني اسم، adverb يعني ظرف او حال، verb يعني فعل. رقم 13، some of the horses owners were poor so they had to work at night. the synonym of poor is، بيقول لي كلمة poor السينونيم اللي هو المرادف منها ايه؟ طبعا كلمة needy. needy معناها محتاج او الشخص المحتاج يعني. greedy معناها طماع، rich غني، full شبعان او ممتلئ. رقم 14، the remains of animals or plants that lived in the past are called، بقايا الحيوانات والنباتات التي عاشت في الماضي تسمى، برافو، تسمى fossils، حفريات. كلمة species معناها فصائل، stables اسطبلات الخيول، whales حيتان. رقم 15، none of Ginger's owners treated her well can be the antonym of owner. ممكن تمشي يعني مضاد كلمة owner، يا ترى ايه الكلمة اللي تنفع انها تبقى مضاد كلمة owner؟ طب انت لازم تعرف كلمة owner اصلا معناها ايه. owner معناها مالك، صاحب الشيء يعني. ينفع ان انا احط بدلها عكسها كلمة tenant. tenant معناها مستأجر، الشخص اللي بيتأجر حاجة من المالك. طبعا كلمة possessor معناها مالك، هي نفس معنى كلمة owner. land owner برضو معناها مالك الأرض. emperor معناها امبراطور. رقم 16، a or an نقط is the land that's below the area around it. يعني مفتاح حل ممكن تستخدمه عشان تعرف ان الإجابة هي كلمة depression وجود كلمة below. below بيقول لي حتة أرض، قطعة من الأرض بتكون أسفل المنطقة اللي حوالين منها. طبعا هو depression اللي هو المنخفض، كلمة stable معناها اسطبل خيول، كابيتال معناها كبير او بتجيب معنى عاصمة، وماونتن معناها جبل. اخر سؤال عندي بيقول read and complete، مديك كلمات موجودة فوق هتستخدمها علشان تحل النقط اللي تحت. هنقول الاجابات على طول. tourists have come to Egypt for hundreds of years to see the نقط of the ancient world such as the pyramids. طبعا انت هنا محتاج كلمة wonders. wonders اللي بالO معناها عجائب، جايين يشوفوا عجائب العالم القديم مثل الأهرامات. لكن wonders التانية دي ده فعل معناه يتجول، اعرف واحفظ الفرق بينهم. واحدة بالأو معناها يتساءل لو جت فعل، ومعناها عجائب لو جت اسم. أما التانية اللي بالأي فعل معناه يتجول. نكمل، بيقول temples and other monuments it is a wonderful for them it's a wonderful experience، يعني بتبقى تجربة رائعة بالنسبة لهم. طبعا هنا مش معناها خبرة، هنا معناها تجربة، بتبقى تجربة رائعة بالنسبة لهم. بيقولي tourists have also come to see the wonderful natural world such as the Fayum
طبعا الإجابة هتكون فيوم إيه؟ depression. دي كانت في الكلمات معناها منخفض الفيوم. ولاحظ إن الدي بتاعت كلمة depression تكون capital letter لأن أنت بتتكلم عن مكان مشهور، اسم علم يعني. which is an area of desert southwest of Cairo. many ancient fossils are often found here but the species of animal إيه؟ بالظبط animal fossil اللي هي حفريات الحيوانات might surprise you، ممكن أن تدهشك. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. أتمنى لو عندكم أي استفسار تسيبوه تحت في التعليقات، يا ريت تضغط لايك للفيديو وتشير الفيديو ده مع زمالك على أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي علشان يتم استمرار الشروحات. ولو دي أول مرة تشوف القناة يا ريت تشرفني باشتراكك معايا في القناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك إشعارات بباقي الحلقات الجاية إن شاء الله. شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استنوني الحلقة الجاية هنحل جرامر الماضي البسيط المبني للمجهول. أشوفكم على خير، مع السلامة.